تشاهدون الآن. في فقرة الرحلة، فريق الجدعان ريل استيت يكشف أسرار تطوير طريق شرم الشيخ الجديد، أكبر شريان بري في شبه جزيرة سيناء، تنفذه الدولة بتكلفة بلغت 5.5 مليار جنيه، مصمم بأعلى معدلات الأمان العالمية وبسرعات لأول مرة تصل ل 150 كيلومتر في الساعة. وقبل ما ننهي برنامجنا النهاردة، جت فقرة الرحلة اللي كلنا بنستمتع بيها، اللي بتعرفنا المحاور الجديدة وشبكات النقل الذكية الجديدة اللي هتبقى موجودة في مصر. تعالوا نقابل المهندس أحمد حسن خليل، خبير التنمية العمرانية ورئيس القطاع الهندسي بشركة LMD، اللي واخدين على عاتقهم ان هم يمدونا بالمعلومات ويعرفونا المحاور الجديدة وشبكات الطرق الجديدة وكمان مواصلات النقل الذكية اللي كلنا هنشوفها قريب في مصر. تعالوا كلنا مع بعض نستفيد من الفقرة دي. طبعا احنا ما نقدرش نغفل المجهود اللي معمول للشبكة القومية للطرق، بس انا عايز اسال على موقف سينا ايه من الخطة القومية للطرق. شبه جزيرة سيناء ببساطة جديدة تبدأ من رفح والشيخ زويد، العريش شمالا، بردويل، أمطرة، شرق بير العبد، بعد كده تنزل غربا، حدودها غربا القناة السويس وخليج السويس، حدودها جنوبا مدينة شرم الشيخ والطور، وصولا لشرقا المسافة الحدود الشرقية اللي ما بيننا وما بين فلسطين من أول طابة لغاية رفح والشيخ زويد. كان ليها نصيب أكبر من التخطيط نفسه للشبكة القومية للطرق. فنلاقي بكل بساطة ان احنا عندنا قمنا بتطوير طريق القاهرة السويس الصحراوي، قمنا بتطوير وانشاء طريق جنيفا، قمنا بتطوير طريق القاهرة اسماعيلية الصحراوي، قمنا بتنفيذ محور 30 يونيو، قمنا بتنفيذ عدد من حوالي 5 انفاق على قناة السويس. دي كلها مرتبطة بشبكة طرق جديدة تماما تم تخطيطها وتنفيذها داخل شبه جزيرة سيناء. النهاردة هنبدأ نتكلم على طريق مهم جدا ومحور تنمية مهم جدا، اللي هو طريق شرم الشيخ الجديد. ده أنا سمع عنه حكايات. قبل 2014 اللي كان عايز يتجه إلى محافظة جنوب سيناء ويروح لغاية مدن شرم الشيخ والطور وبعد كده يروح لدهب ونويبع وسانت كاترين، كان بيمشي إزاي يا محمد؟ عشان بعد كده نشوف كان بيمشي إزاي. كان بيسلك طريق قاهرة السويس الصحراوي بأنه هو 3 حارات، والطريق ده كان بيشارك عربيات النقل في نفس الطريق. بعد كده يروح لغاية محور الشهيد أحمد حمدي، تمام؟ الأصفر ده طريق السويس. ده بالظبط كده طريق السويس، وبعد كده يطلع لغاية ما يروح لمحور الشهيد أحمد حمدي. محور الشهيد أحمد حمدي كلنا كنا عارفين الأزمة اللي كانت بتحصل قدامه، نتيجة إن أنا بعدي النفق سرعته كانت حوالي داخل النفق 40 كيلومتر في الساعة، وكان هو عبارة عن نفق واحد بياخد الاتجاهين، اتجاه اللي داخل سيناء والاتجاه الجاي من سيناء إلى طريق السويس. فكان بالثلاث والاربع ساعات، بالثلاث والاربع ساعات، لان كان هو النفق الوحيد اللي موجود في منطقه جنوب قناه السويس. من اول ما يطلع من نفق الشهيد احمد حمدي لغايه مدينه عيون موسى ده كان طريق حارتين لكل اتجاه، ودولت حوالي 20 كيلو. زي ما انت حضرتك شايف كده، احنا عندنا الطريق القديم هو باللون الاخضر، الطريق الجديد هو اللي باللون الموف. من اول مدينه عيون موسى لغايه مدينه الطور، ودي حوالي فوق ال 220-230 كيلو، الطريق ده كله كان عبارة عن طريق اتجاه واحد. الطريق ده كان عليه حوادث كتيرة جدا، لان هو طريق بيشارك الاتجاهين فيه، ده من اخطر الطرق اللي في مصر. وغير كده كمان، من اول من بعد راس صدر بحوالي 50 كيلو لغاية لما يبقى قبل الطور ب50 كيلو، المنطقة دي كلها كانت منطقة منحنيات شديدة الخطورة. ده غير ان كان عليه نقص شديد جدا في الخدمات ونقط الارتكاز الامن، وكل ده واحنا عندنا اكبر مدينة سياحية موجودة، شرم ودهب ونويبع وطابة، كل دولت كان الطريق ده بيخدم عليه. فكان الطريق ده من اصعب الطرق واخطرهم جوه الطرق اللي موجودة قبل 2014. بيشيل نقل، بيشيل سياح، بيشيل راكبين خاص، يعني بالزبط. كان عليه حمل كبير. بالظبط بالظبط. ايه بقى اللي حصل وتم التطوير فيه؟ تعالى نرجع تاني ونقول ايه اول حاجه. وانت جاي من القاهره بقى عندنا نفقين، نفق الشهيد احمد الجنوبي، والنفق الشهيد احمد الجنوبي ده للحركه اللي جايه من القاهره داخل سيناء. طب الحركه اللي جاي من سيناء داخل القاهرة أو داخل على المدن غرب القناة بقى عن طريق نفق الشهيد أحمد حمدي الشمالي.
بقى عندي نفقين، فمعنى كده ان الحركة بقت تاخد منك وقفتك قدام النقاط التفتيش وان انت تبدأ تتحرك لا تزيد من 10-15 دقيقة، من ساعتين وصلت ل10-15 دقيقة. طيب نيجي بعد كده بقى دخلنا سينا وهنمسك الطريق، نلاقي عندنا 345 كيلو كلهم طريق مزدوج مصمم على سرعات عالية، كل 50 كيلو يلاقي محطة خدمة تموين سيارات معاها نقطة ارتكاز أمني معاها نقطة إسعاف. سرعة يعني الطريق دي 120 كيلو، ودي هنا المنطقة طبعا هو حل كل منطقة المنحنيات وبقى طريق سريع، ولكن أنا من عن طريق برنامج بقول لحضرتك أول ما يعدي من النفق وصولا لغاية منطقة المنحنيات اللي هي المنطقة ده، الطريق ده احنا ممكن نرفع سرعته عند 150 كيلو في المنطقة ديت، ممكن نرفع سرعته من 120 يبقى أول طريق في مصر يوصل لسرعاته لل 140 وال 150 كيلو. ده حلم طبعا، لأن هي العربيات اللي ماشية تقدر، وهو الطريق مصمم على كده، تصميمه يسمح لكده. ونفس الكلام أنا ممكن من بعد بورديس لغاية شرم الشيخ اخد الطريق ده بسرعة 140-150 واسمح بيه، لان هو مصمم وقابل ان كل السيارات تمشي عليه بامان بالسرعات العالية، ويبقى انا بداية ان انا دخلت على الطرق السرعات العالية، دخلت في ليفل تاني من الطرق. نأمل ان الدولة تسمع للكلام ده ونشوف ان يبقى الاول مرة في مصر في طريق سرعته اكتر من 120 كيلو في متر في الساعة. بالضبط، الطريق ده اكتر حاجة مميزة فيه، احنا عارفين المسافة كبيرة، احنا بنتكلم حوالي 400 كيلو، احنا هنا في المسافة ديت ان حد يفضل سايق 400 كيلو وهو مشارك في طريق في نفس قدامه عربية رايح جاي كل شوية خلي باله العربية جاية، لا وكمان طريق كان فيه منحنيات، فان انا وصلت ان انا بقى عندي 3 حارات لكل اتجاه منفصلين تماما وكل واحد بيمشي براحته، فانا قدرت اقلل زمن الرحلة اللي موجودة لنص زمن الرحلة. بجانب برضو ان نهاية الطريق في شرم الشيخ اللي حصل برضو هنا، ان الطريق نهايته في طريق شرم الشيخ اتعمل طريق دائري حوالين شرم الشيخ، فانت ما بقتش تخش شرم الشيخ مدينة شرم الشيخ عشان خاطر تخش كل تمسك على الطريق الساحلي بتاعهم او الطريق الرئيسي جوه المدينة، لا ده اتعمل طريق سرعته 100 كيلو حوالي 5 حارات لكل اتجاه، يخف الطريق على شرم الشيخ وبعد كده يطلع على طريق ده. فكل المنطقة اللي تمت لغاية ليها مردود رائع على كل السائقين العربيات اللي بيسلكوا الطريق لغاية شرم الشيخ ومدن جنوب سيناء كلها. وده كان آخر كلامنا النهاردة في برنامجكم الجدعان ريل استيت، هنستنى آرائكم ومقترحاتكم على صفحات البرنامج، استنونا يوم الحد الجاي الساعة 7 على قناتكم قناة القاهرة والناس 2.